حاجه زوينه ما بقيتش نشوف شي حاجه مزيانه ما بقيت طرميت هو خرج على عباد الله بقيت في الدور قوت الاكتظاظات قوت قوت الاكتظاظات وقوت قوت روبيك ما تبغي الدور ما كاين في الدور وطرمي هو اللي السبب ديال هادشي هو الطرمي هو اللي خرج على الدار البيضاء الدار البيضاء شغنقول لك كانت الدار البيضاء زينه وكانت فيها كلشي زين وكلشي كلشي مزيان وكلشي دابا كلشي تبدل كلشي تغير المشكله خويا ديال الاكتظاظ اللي كاين هنا في مدينه الدار البيضاء حنا ولينا الناس بزاف كتعاني من هاد القضيه ديال كاين اللي عنده خدمه كاين اللي عنده رونديفو مع الطبيب كاين اللي وكنلقى واحد الاشكال ديال كاين الاكتظاظ بزاف وما كنلقاوش شي وسيله باش نتنقلوا فهمتي هذا هو المشكل اللي كاين هنا في هذه المدينه الدار البيضاء طرام حتى هو فيه الاكتظاظ بزاف شي ناس شي فوق شي انا جيت من ليساس فدابا جيت هنا ما وصلت هنا تغفر لي الله الذنوب وعاد العرق وعاد الزحام وشي دفع في شي راه ما نكذبش عليك خاص يزيدوا من هذاك بحال قلت سيارات الاجره اول حاجه نقول البنيه التحتيه هي السبب ديال هادشي البنيه التحتيه ما كانش في الطاقه ما كانوش في الوقت ومتصوب الطاقه ويديروا لي باركينغ بعدا اي مبلغ تتبنى كيديروا لي باركينغ ديالها باش يخفوا شويه من الاكتظاظ والترامواي هي الترامواي مزيان النقل ديال العموم يعني تيخفف شويه ديال الوسائل ديال النقل تيحد من المشاكل ديال النقل هي كاينه ولكن الطريق تبقى ديما ملي داروا الترامواي تيضيقوا الطريق تيبقى الاكتظاظ وحديد كثير كلشي تيشري الطوموبيلات كلشي تي فهمتي يعني الوسائل ديال النقل ديال كانت قليله ملي داروا الترامواي تخفات شويه وضيقوا شويه الطرق الضيقات والساكنه ديال البيضاويه تتعاني من المشكل الناس اللي عندها السيارات ديالهم تيمشيو للعمل ديالهم تلقاو مشكل اغلبيه الناس ولاو تيحطوا دابا السيارات ديالهم تيمشيوها في الطرام مجلس المدينه مدينه الدار البيضاء فور لانستور خدام في الاشغال ديالو وغادي صراحه غادي مزيان تنشوفوا داك الشيء غادي مزيان الحقيقه هي الطرق بداو تيتصاوبوا بالمناسبة ديال كان اللي كاين 2025 كذلك كأس العالم اللي غادي تنظم إن شاء الله ونتمنوا إن شاء الله شي مسيرة موفقة للعمدة والمجلس ديال مدينة الدار البيضاء ويزيدوا يخدموا كثير غادي في السيارات ديالهم بحال دابا شارع عبد المؤمن كاين اكتظاظ كثير بحال شارع ديال الجيش الملكي كاين اكتظاظ كبير ديال المقاومة اكتظاظ كبير هنا المشكل الاغلاط اللي كاينه خاص بعض الشاحنات والكميوات والرميك خاصهم يدار لهم شارع خاص ديالهم علاش دابا كاين بعض الزحام حنا عندنا مشكل كبير تنعانوا منه فهذا لي ستوب تتبقى واقف ربع ساعه ثلث ساعه وتيتزاد واحد الرموك تيشد لك واحد 50 متر ولا 60 متر ديال الطريق هنا كاين مشكل كبير تنعانوا منه لا الطرام دابا راه نقى لك الدنيا نقى لك المغرب اليوم الحمد لله الطرام من الدار نقى لنا المعلمه ديالنا التاريخيه تنقولوا بهذه الطريقه نقاها لنا وعطانا واحد الزهاريه المغرب ولكن انا تنطلب من الناس الله يجازيكم بخير حاولوا الاكتظاظ ممكن دابا علاش دابا المشكل اللي ولاو السيارات بزاف وكاينين بعض السيارات اللي كبار فيها واحد 3 متر ولا 4 متر هادي تنعانوا من هاد المشاكل حنا ما بغيناش نبقاو نعانوا من هاد المشكل.